الله معكم. نحن ببرنامج من عاداتنا على التي في تشاريتي، واليوم بدي أخذ عادة من عاداتنا، هو لما الأشخاص بياخدوا عيد من الأعياد وبيحبوا بعائلتهم أنه يعيدوا تجلي صعود العنصرة، عيد السيدة، مارلياس. تعرفوا بكل ضياعنا في مجموعة أعياد، وفي عيال بتقول منمسك هيدا العيد أنه هيدا لهالعيلة، بيعيدوا وبيبقوا بيحتفلوا بينجمعوا من بعده وبيعيشوا الفرحة، بيقدسوا، بيجيبوا قربين. واو شو حلو أنه عيلة تصير معروفة أنه هالعيلة بتعيش عيد التجلي مثلاً يلي بيجي بآب، وبتكون الدنيا مش سيعتها، بيجمعوا بعضهم وولادهم وبيعملوا حفلة غدا. أنا كتير بحب هيك. بتعرفوا روحوا خدوا الأعياد، كل أعيادنا موجود، كل رعايانا فيها هالمناسبات. عيالكن روحوا خدوا هالأعياد لأنه هي لإلكن حتى تعيشوها. بس الخطر الأول هو أنه أنا بعيد هالعيد، طب والأعياد الباقية شو بعمل فيها؟ ولو كانت لغيري، افرحوا مع الفرحين واحزنوا مع الحزانة. الناس بتجي بتعيد معي بعيدة وأنا بروح بعيد معها بعيدة. الخطر الثاني هو أنه أنا رحت عيدت وعملت كل هالريتويال، يعني كل هالإشياء اللي حوله، وإذا حدا سألني شو مفهومي لهالعيد؟ شو جوابي؟ بقول بطرس كونوا مستعدين للإجابة عن الرجاء الذي فيكم. يعني من الأولويات أن يكون فهمت معنى العيد يلي أنا أخذه لألي ولعائلتي. مثلاً عيد التجلي، أنه أوكي في مثل بيقول عيد التجلي، بيقول للصيف ولي وللعنب حلي، بس مش هيدا هو معنى العيد. معنى العيد بده نقرأ أول شيء الإنجيل اللي بيخص التجلي، ونعرف أنه ربنا فرجينا طبيعته الإلهية هو وإنسان، حتى إذا تألم نعرف أنه هو صورة الآب وهلما جرى. لكن مفهومي للعيد أقعد أنا وعائلتي أشرح لهم، وخاصة للصغار، هيدا العيد شو بيعني. تالت نقطة، فكر بالمساكين بهالعيد. يعني مثل ما أنا عملت وليمة لعائلتي، وين الغلط إذا أنا كمان عملت وليمة؟ جربت ساهم بطريقة من الطرق عقد ياسي بإني فرح قلب إنسان، فوت له الفرح لقلب إنسان مشتاق يفرح، أو يمكن مرات حتى ما عنده لقمة يكلها ويتقسمها مع عائلته. من النقاط كمان المشكلة هي أنه إذا إجا حدا يذكر اسمه مع اسمي بالعيد بتقوم الدنيا، كيف بتصلي لحدا غيرنا؟ يا حبيبي مين قال لك أنه في قداس بالعالم بيسع إنسان؟ كل صلواتنا هي شاملة لكل العالم. ولو كان هالعيد لك لازم تفرح لما غيرك بيجي، مش عم بيتقاسم القداس، مش شقفة خبزة وكل واحد بينتو الشقفة. القداس أكبر بكتير مما نحن منقدر نتخيل، معمول لكل العالم، ما في حدا خاص. تعرفوا أنا مرات بشوف على الأجندات بالرعاية مكتوب تذكر هيدا الاسم لوحده، من وين جبنا هالخصلات؟ أنا ما بعمري سمعت فيها. إذا مربوطة بحسنة القداس وخلي لك حسنة القداس، وإذا مربوطة بمفهوم روحي، وين المفهوم الروحي؟ أنه أنت وحدك بدك صلي لك. ما بعلمي الصلاة تحمل كل الكون، بعلمي القداس هو ذبيحة شاملة. شو بنا صرنا من قصص من الأشياء ونعملها عقياسنا؟ عاداتنا يلي هي بضياعنا منا عادات كنسية، دايما جاية من تقاليدنا من عقلنا، بس هذه ما بتقدر تنفرض. ايه بنتحاور فيها بتنعرض بس ما بتنفرض. العيد منه مكان للصراعات وال أحزاب والسياسة، بيجي هيدا المسؤول وهيدا المسؤول وبصير في تناحر، وياما مرات أعيادنا بالرعاية بتصير مجال للمشاكل بالوقت اللي هي مفروض تكون مجال للمصالحة والجمع والفرح والبركة. فإذن ليكو قديش في تحديات قدام أعيادنا تسيل فولكلور، بدل ما تجمع بتفرق، بدل ما تكون مناسبة التفكير بالعيد بتصير مناسبة التفكير حول العيد، وبدل ما تكون تفكير بالإنسان المحتاج بتصير نوع من البهورة وشوفة الحال. تبهوا، أنا بعرف كتير ناس بيعيدوا من قلبهم وبيعرفوا يعيدوا، وكمان بعرف كتير ناس بيعيشوا بسطحية الأمور. لما العبادة بدها تصير عادة مشكلة، بس لما العادة تعرف تصير عبادة، هيدي
هيدا هو مجد الله، وهيدا اللي بيفرح قلبه، وهيدا اللي بيجعل مني إنسان ممتلئ بملء قامة المسيح. وهيدا الشيعة فوق بينطبق حتى على مناسباتنا، البرزداي تبع أولادنا، إربناتهم، تخرجهم، زواجاتنا، وحتى دفونتنا. ليش هالقد بدها تفقد من جوهرها؟ لأنه هي انعملت لتمجيد الله، ليش بدها تصير لتمجيدنا وشوفة حالنا؟ مش يمكن بهيدا المطرح الشرير عرف يلعب لعبته وفرضه بالوقت اللي أنا بدي أتعاون أنا والله حتى سيادته بتكون علي وعكل أهل بيتي، لأنه هيدي هي البركة. والله معكم.